واستشهدوا في ميادين الشرف بأسارير مهللة وشفاه مقبرة. إنهم فرساننا الأشاوس، أولئك الرجال شرفاء الحرية، أبطال المقاومة الشعبية، الشيخ بوزيان والشيخ محمد بن الأمجد بن عبد الملك المدعو شريف ببغلة، وعيسى الحمادي، وبو عمار أبو قديدة، والمختار بن قويدر التطراوي، وموسى الدرقاوي، وكل رفقائهم من من قاوموا احتلال وطننا وتصدوا للعدوان على شعبنا. وإنه ليوم خالد هذا الذي يعود فيه هؤلاء المقاومون رجوع القادة العظماء إلى أرضهم لتحتضنهم كما تحتضن الأم الرؤوم ولدانها. ونحمد الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أن وفقنا لإعادة رفاتهم الطاهرة إلى وطننا. فلولا الإيمان بعدالة قضيتنا واعتمادا على حقنا واعتزازا بماضينا وثباتا على مبادئنا ووفاء